اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكرمكم فيديو جديد تانية، ندوس هابي مود، وده بتدخلوا هنا تدوسوا ده، تدوسوا كار سيميوليتر 2 مود 1.3.4.4 انستول. بعدين استنى بقى هيحمل، استنى دي دوس allow، دوس install، ثانية واحدة open، دوس don't remind me again، دوس ignore، لا دوس accept. هيجيلكم تاني لو انتوا دوستوا deny، دوسوا allow اول ما تفتحوه تاني. ده مثلا تختاروا اللامبورجيني، دي اسرع عربيه من لكزس اهو. لكزس اف. دوسوا ده، تكتبوا اسمكم كده، انا اسمي يزيد فانا هكتب يزيد. لا تكتبش اسم YAZID EMSAWY. بعدين دوس الويل، ما انت تروح عند اللامبو، دوس اوبن ده، بعدين ذا كار، دوس ده، تقفلوا الباب، تقلعوا، عشان ده دلوقتي بوريك التوتوريال بتاع الكارسيمينيتر. بعدين تعملوا اللي انتوا عايزين فيه. بعدين بقى تروحوا اي حته كده، تشتروا عربيه جديد، تروحوا هنا بس ثانيه، صوتوا وخلي العربيه تمشي لوحدها كده، اي عربية زي ما انتوا عايزين دوسوا ده. هي will complete the mission on the oak sticks، اللي هي الليفل دي اخر ليفل. بس هي عادي، انا معايا تريليون دولار فانا اقدر ادوس دي وهيجيبه. وبعدين الليفلات دي انت لازمه تخلصه كله، ده باركينج ليفل، ريسينج ليفل، والليفل ده هيديلك $40. ومعدين ده بس، فيلا خلصنا الفيديو، يلا سلام.